بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهاردة المحشي، وهنعمل كمان فراخ مشوية بطريقة سهلة وتقليدية جدا وطريقة بسيطة، مفيش فيها اي حاجة غريبة. هذه شكل الفراخ وشكل المحشي اهو. لما خلص يا رب طريقتي تعجبكم، طريقة الاجداد، طريقة العادية خالص، المحشي والفراخ المشوية. اول حاجة هنبدأ باذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا الكرنب اهو، ودي كرنبة حلوة متوسطة، وجبت كمان شبت، وجبت كزبرة. طبعا هننضف الشبت كويس والكزبرة واجهزهم، هننضفه وهنغسله ونجهزه. والكرنب هنبدأ بقى نقطعه. شلت الورق الاخضر، وبعدين عملت فتحة من فوق كده مدورة عشان اقدر اخلي الورق سليم ما يتقطعش مني، هيطلع معايا بسهولة، هيطلع معايا بسهولة ورقة ورقة من غير ما يتقطع، كأن كده بقلعها الهدوم بتاعتها واحدة واحدة. بعد ما خلصت الورق وشيلته خالص من بعضه، حطينا المية على البوتاجاز. هحط بقى في المية ايه؟ مية السليق. هحط معلقة ملح كبيرة، ومعلقة سكر، ومعلقة كمون. هحطهم في السلق، بتدي طعم الورقة، بتخليها حلوة مسكرة. وطبعا الكمون علشان ما يعملش انتفاخات، ويبقى الاكل خفيفة باذن الله. كده انا هحط الورق الابيض هسلقه الاول عشان هو ما بياخدش وقت. 5 دقايق بالظبط في الميه وهشيله. اول ما الاقيه دبل معايا كده هشيله على طول من الميه، هشيله اول ما يدبل معايا 5 دقايق بالظبط مش اكتر في الميه المغليه. انا ما بحطش الورق الا لما الاقي الميه غليت. خلاص هشيله بقى، وهنشيله وهعمل بقى مرة كمان، اخد الورق برضو واحطه كده في البداية خالص. بحط 4 ورقات في حلة المية السليق، اول ما بلاقيها غليت احط 4 ورقات. هما بيبقوا هايشين، بس لما بينزلوا في المية بيتبلوا على طول. طبعا بعمل الخطوات دي لبناتي اللي لسه صغيرين ومبتدئين في عمل المحشي، بعمل معاهم من البداية خالص علشان يبقوا عارفين بس كل الخطوات بتاعته كده. انا كل ما تحطه في المية كل ما هيدبل، هي 5 دقايق بس. الورق الابيض بيقعد 5 دقايق في المية وبعد كده بشيله. الورق الاخضر بيقعد اكتر شوية عشان يستوي. الوقت انا خلاص خلصت سليق، وشوفوا بقى انا بقول لكم ازاي تقطع بس الورقة. هطبقها كده بالسكينة، طريقة سهلة، وبعدين ألفه وأقطعه بالسكينة، هيطلع معايا الورقة مسوية ومظبوطة وشكلها حلو. نبدأ بقى نعمل الصلصة بتاعت المحشي بإذن الله. هحط بصلتين حلوين كده مفرومين، مفرومين ناعم، هشوحهم بس في الزيت، هشوحهم بس. عايزة تحطي سمنة براحتك حطي، بس أنا بحب الزيت علشان بيبقى لو المحشي بارد مبيبقاش مجلدع، بيبقى تفضل سايحة. هدبلها بس، بعدين هحط الصلصة لغاية لما تبقى بالشكل ده. اشيلها من على النار، احط لها بقى الملح والكمون والفلفل الاسود وخلطة المحشي من البهار. وبعدين هحط الشبت اللي انا قطعته وضبطه، وهحط الرز وهقلبه مع بعض. دي الحلة اللي انا هحشي فيها باذن الله. هنبدأ بقى حشو. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. هحط شوية الرز على الورقة اللي انا مقطعاها،
وهلفها لف بسيط، تبقى طالعة سليمة وشكلها حلو. يا رب بس اكون وصلت اللي انا عايزة اوصله لكم، وصلت المعلومة بطريقة سهلة. دي خلاص بعد ما حشيناها هحطها بقى على النار، هحط على الوش بتاعتها معلقة زبدة. عايزة تحط زبدة حطي، مش عايزة تحطي براحتك، بس معلقة الزبدة دي بتديلها طعم حلو كده وريحة. علشان اضمن ان المحشي بتاعي ما يبقاش معجن احط له مية مغلية، مية مغلية اسقيه بمية مغلية او شوربة مغلية كده. بعد ما استوى هقلبه قدامك اهو، مفيش واحدة ماسكة التانية، مش معجن الرز، مش طالع منه. بألف هنا وشفا ليكم. كده خلصنا من المحشي، هنبدأ بقى بإذن الله نعمل ايه، نجهز الفرخة بتاعتنا اللي هنشويها. هي بتبقى فرخة متوسطة، الفرخة الكبيرة ما تنفعش في الشوي، بتاخد وقت طويل، لكن الفرخ المتوسطة بتبقى كويسة في الشوي. طبعا غسلتها ونقعتها بالدقيق والخل والملح. دلوقتي طلعتها عشان تتقطع على القطع اللي انت عايزاه. انا بقطعها صغيرة، يعني الورك بقطعه 2 حتت صغيرة عشان تستوى معايا. كده التقطيع اللي انا قطعتها الفرخة بتاخد مني، بتتقطع مني وقت يعني عدد كبير فيها. دي الخلطة، معلقتين زبادي كبار، معلقتين صلصة، قرن فلفل حامي، فصين توم، بصلتين متقطعين، وده عيدان التوم، ومعايا معلقة كبيرة من بهار المشويات، ومعلقة بابريكا، معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح. كل ده هحطه في المكبة، هفرمهم مع بعض، هرص الفراخ، هحط كل اللي انا فرمته على الفراخ وهقلبهم حلو قوي، وهسيبهم يجي مدة ساعة في التلاجة عشان تشرب التتبيلة. وبعد ما يعدي الساعة وهي في التلاجة اطلعها احطها في الفرن مع حبة زيت صغيرين. حبة زيت صغيرين كمان هحطهم عليهم وهقلبها كده واسيبها لمدة ساعة، وبعد كده هحطها في الفرن. يا رب طريقتي تعجبكم وتبقى سهلة وبسيطة، واقدر اوصل لكم اي سؤال انتوا عايزينه. ولو في اي حاجة اعملوا اكتبوا في الكومنتات ونرد عليه. والف هنا وشفا.